السلام عليكم، معك محمد بالخير، مدينة تيزنيت، صانع تقليدي. صراحة النقرة كتكون باينة، النقرة اللي حورة كتكون باينة. أول حاجة كيكون فيها الطابع، فهمتي؟ يعني باينة، وكتكون حتى من اللون ديالها يعني باينة، كتكون نقرة صافية. والمعدن راه باين، كيكون الحاجة اللي مزور اللي كتكون مثلا معدن ولا نحاس ولا كذا، كتكون غير مشللة، يعني راه ما كيكونش فيها لا طابع لا والو، يعني كتكون باينة. ومع المدة ما كتضرب حتى سيمانة كتولي صفراء ولا، فهمتي؟ أما النقرة اللي سميتو يعني اللي كتكون حورة، حاجة مزيانة، كتكون مطبوعة، يعني معترف عليك بها الدولة، فهمتي؟ كتكون مطبوعة، حاجة مزيانة، كتبقى بالعكس هي كتخلي لي. إلا كاع درتي مثلا خاتم حاجة مزيانة في يدك وكذا مطبوع، حتى بلاصتو كتبقى بيضة يعني نقية، فهمتي؟ وديال شي حاجة اللي زعما مزورة ولا شي حاجة راه كتخلي بلاصتها زرقاء، فهمتي؟ كتبان لك يعني كتبان لك كيتبدل، فهمتي كيفاش؟ يعني مثلا كديرها مثلا سيمانه ولا كذا كيتغير اللون ديالها، ماشي في هذاك اللون فاش خديتيها في الاول. تيزنيت، تيزنيت هي عاصمه الفضه، يعني معروفه هذه. واحد يبغى فريفي اللي يبغى حاجه مزيانه تيزنيت، بالنسبه لي هذا الشيء راه معروف. انا يعني تيزنيت هي عاصمه الفضه في المغرب. بنادم خصو يعرف شنو كياخذ، يعني بنادم باغي يمشي ياخذ شي حاجه راه خصو يعني ياخذ حاجه بالريسيبو ديالها مطبوعه غارانتي، حاجه باينه.